قرابة 40 مليار دولار، أي الأرباح الإضافية غير المتوقعة التي سيحققها العراق قبل نهاية العام الحالي. أرباح بدأت البلاد تلمسها من خلال ارتفاع أسعار النفط والفرق في أسعار بيع العملة الأجنبية التي أدرت أموالا كبيرة للدولة. الآن أسعار النفط مرتفعة جدا، والشهر الماضي كانت واردات العراق من مبيعات النفط 11 مليار دولار، يعني تعادل ميزانية دول مجاورة في المنطقة. بلغة الأرقام يمكن لتلك الأرباح المالية أن تلامس احتياجات المواطن وأن تخفف بشكل كبير عبء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراقيون، فضلا عن تخوف من أن يتم هدر تلك الأموال أو حتى تجيرها لصالح الأحزاب السياسية المتنفذة في البلاد. المفترض أنه تفيد المواطن وتفيد الدولة، ولكن كما نعرف أن نحن أوضاع البلد والسياسة اللي موجودة حاليا به أنه كل الأموال ما كان ارتفاع النفط لو 100 دولار لو يصعد ل 1000 دولار سعر البرميل الواحد ما راح يستفاد منها المواطن. والسبب سبب الحكومة الحالية والأحزاب اللي كل جهة هي على صفحة وكل جهة تحاول أنه هي تستفاد. تذهب إلى الحكومات ولا الأحزاب، الشعب العراقي غير مشمول بهذا الشيء، فإحنا ما نتوقع من عندهم أي شيء يخدم الشعب. الأسوأ هو هذا الصحيح، غير ماكو. وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية فإن الإيرادات المالية التي تحققت الشهر الماضي فقط تجاوزت 11 مليار دولار. هي ليست المرة الأولى التي يحقق فيها العراق أرباحا مالية كبيرة ترفد إلى موازنة الدولة، لكنها أعلى واردات مالية نفطية تشهدها البلاد منذ 50 عام، وسط تمنيات بأن تلامس تلك الأرباح حياة المواطن. محمد فاضل، الغد، بغداد.